على عجز الميزان التجاري. من جهة الصادرات اللي في تونس وصلت في 2018 ل 3.8% وارتفعت، لكن في نفس الوقت عنا تدهور في سعر الصرف اللي في 2016 كان في 2.4 بالنسبة للورو، وصلنا 3.4 في 2018. معناتها في سنة 2018 تدهور صرف السعر كان بنسبة 14.8%. هذا خلى فما انعكاس على الصادرات اللي ارتفعت، لكن نقول اللي السياسة التنافسية عبر الأسعار عندها حد. معناتها ما نجموش احنا نرفعوا الصادرات كان بسياسة هي فيها تدهور سعر العملة، ولكن لازمنا نطرقوا لسياسات أخرى اللي هي منها اقتحام أسواق جديدة بالنسبة للصادرات، وكذلك نشوفوا اللي فما أسواق جديدة. مثلا نحكيو على الصين اللي احنا نوردوا منها ومنش قاعدين نصدروا، نحكيو على تركيا كذلك. لكن المشكل يمكن الأساسي بالنسبة للصادرات نراه اللي هو في الإنتاجية في تونس، الإنتاجية والجودة متاع الإنتاج. يمكن هو مش مشكل الصادرات فقط، ولكن المشكل متاع الإنتاج المحلي في تونس، وهذا يمكن كان نعالجوه من جهة الصادرات يمكن نحسنه في سعر الصرف في تونس. وشكراً.